مرحبا، معكم محمد من قناة التكنولوجيا S4TN. اليوم راح نكمل بسلسلة مايكروسوفت وورد 2013 من S4TN. اليوم حنكمل قائمة إدراج ونشوف شو شلون بصير عنا إدراج الصور ونكمل بعض الأدوات. خليكم معنا. قائمة إدراج في عنا إدراج الصور، يعني مثلا بدي أحط صورة. طبعا إدراج الصورة مثل ما قبل شوي احنا شفناها، كيف إدراج الصورة بيتم انك انت تحدد مكان المشيرة مطرح ما بدك اياها، هون مثلا او بدي اياها بقلب جدول او وين بدك الصورة. انت اول شيء حدد المشيرة مطرح ما بدك تنزل الصورة، بعدين تعمل إدراج صورة من ملف. تمام، إدراج صورة من ملف. فرضنا انا بدي ادرج هاي الصورة هون، هلا بنشوف شو حيصير. ادرج لي اياها الصورة، بكبرها بصغرها ما في اشكال على راحتي. حبيت انقلها بستنى تطلع هاي الإشارة تبع النقل، حددها هيك. حبيت مثلا وسطها، طبعا هون في فلاتر فيك تستخدمها انت على الصور، تأثيرات الصورة مثلا انعكاس. سطري مع النص، طبعا هون لاحظ الانعكاس اللي صار عندي تحت. يعني في كتير أدوات بالنسبة للصور، نحنا ما راح كتير نفوت بتفاصيلها. الهدف على هون كمان في عندك تغيير الصورة. هلا هي تغيير الصورة مفيدة بقصة إنه أنت صورة مثلا ما عجبتك، أنت مدرجة ما عجبتك بس أنت محدد المكان تبعها صح وعامل كل تأثيراتها صح، تعمل تغيير الصورة بيملك واحدة، بينزل لك واحدة مكانها مباشرة بنفس الإعدادات اللي أنت محددها. خلينا هلا نحكي هلا عن غير إدراج الصورة. في عنا إدراج صورة عبر الإنترنت، طبعا هون البحث عن صور هيفتح لي مباشرة إنه أنا منين بدي أطلع الصورة بالإنترنت. مثلا أنا بدي أطلعها عن طريق محرك البحث بينك. مثلا أنا بدي له غزال، مثلا بدي أحط صورة غزال، بحط الكلمة اللي بدي إياها وبكبس هون زر البحث. استنى شوي، اعطوني حيوانات كذا نار، اعطيني مثلا حيوانات، اتفقنا احط له غزال. هاي انتج، هاي طلعني صورة غزلان مثلا، حددنا الصورة عجبتني مثلا، هاي بعمل له ادراج. هلا ادرج لي اياها الصورة من الانترنت، انا ما عندي هاي الصورة بالجهاز مثلا. انا اذا عندي اياها الصورة بعمل ادراج من الملف، اذا ما عندي اياها بعمل ادراج من الانترنت، بعمل ادراج للصورة اللي بدي اياها. بعدين في عندي ادراج اشكال، اشكال جاهزة موجودة بالويندوز، عفوا مايكروسوفت وورد. الاشكال مثلا مثل مستخدم مؤخرا بالنسبة للمستخدم، فرضنا هدول اللي هن المستطيل، المثلث، يعني كل هاي الأشكال أي شكل منهم أنا عجبني أو بيساعد على حلقة البحث اللي أنا عم بعملها أو بيساعد على الملف اللي أنا بعمله، باخد مثلا فرضنا هذا الشكل، حدد له هيك. طبعا في كيف بيرزق غير كذا، ضاغط أنا باليسار بس حددت الشكل أول شي، بعدين بالضغط باليسار بيقعد بيرسم لي إياه. رسم لي إياه هيك، مثلا أنا بدي إياه أسود، انا بدي اياه تعبئة الشكل مثلا، انا بدي اياه باي لون بدي اياه، شوف اللون بدي اياه. تأثيراته كمان اذا بدك ظل، بدك انعكاس، بدك توهج، خلينا نقول خلينا نختار هذا التوجه، توهج تقريبا. شوف شلون صار عندي، نرجع في عنا ادراج سمارت ارت هاي مشان اذا انا فرضنا عم حط درس، خلينا نقول عن برمجة، عن برمجة يعني انا خوارزميات، خوارزميات بدها رسم تفصيلي انه شي يربط مع شي، افكار لازم تكون مربوطة ببعضها. ف مثلا انا او مثلا خلينا نقول عم بعمل شرح او عم بكتب شي عن الشبكات، عن شبكات الكمبيوتر إذا بدي أعمل شرح. فأنا هاي الصور الجاهزة أو هاي النماذج الجاهزة كتير كتير راح تساعدني
تمام. بختار منها اللي بيناسب الشرح اللي انا عايزه. انا مثلا هون اذا حبينا احفظ هذا الشكل نعطيه له اوكي موافق. استنى شوي، النص الاول الثاني الثالث. النص الاول مثلا خلينا نقول رأس الهرم، النص الثاني اوسط الهرم، النص الثالث قاعدة الهرم مثلا. يعني هيك سويت رسم انا توضيحي خلينا نقول لشرح انا عم ساوي. مثلا فرضنا انا هذا الشكل حبيت، لا انه بدي اغيره بطريقة تانية، هي هون عملته هيك تغيرت ما عجبني كتير هيك، مثلا بدي ارجع لهون اعمله بهالشكل هذا. طبعا هاي بتساعد كتير بانشاء الشروحات او كتابة حلقات البحث او الشروحات، اكتر شي بتساعد معك هالاداة هي تبع السمارت ارت. بعد موضوع السمارت ارت في عندي الادراج، إدراج مخطط. مثلا أنا بدي أعمل مخطط بياني أو مخطط، يعني مخطط مثلا بياني فرضنا لنسبة عدد السكان بالنسبة لعدد السكان مثلا تحت خط الفقر وفوق خط الفقر. هي حسب إذا أنا يعني شو عامل مثلا دراسة عن شو أو حلقة البحث تبعي عن شو، فبتلزمني كتير موضوع إدراج المخططات. طبعا شكل المخطط فيك أنت تختاره بهاي الأشكال المتوفرة. في أنا عامله بطريقة مثلا مثل هالطريقة هاي، تمام. بتحط أنت يعني عندك إدراج كثير زي مخططات دائرية مثلا مثل هون، يعني كلياتنا شايفينهم هدول قبل هلأ بكتب، شايفينهم بحلقات بحث، بس في كثير عالم ما عم تعرف منين إدراج هاي القصص. أنا كيف بدي أضيفها على الملف تبعي كيف كذا. خلينا نقول مثلا إدراج مخطط هون عمود، أعطي موافق، انطر شوي. تمام، هون فيك تضيف، فيك تفلتر، فيك تغير لون، تغير شكل، يعني انت فيك كل شي تغيره. هون هاي النسب اللي انت فيك تغيرها، هاي الفئات اسماء الفئات، وتعملنا تحليل بيانات فينا نغير كل هاي البيانات بالمخطط حسب الحاجة تبعي. بغيرهم بيقوم يتغير الاطوال تبعهم واسماءهم حسب الشي اللي انا عم تساوي. هلا في عندي شغلة كتير حلوة، انه انا مثلا خلينا نقول عم بعمل انه انا بدي اعمل ادراج للقطة الشاشة اللي هي طرف من الشاشة. يعني انا بدي اخذ هاللقطة للشاشة مثلا هون وادرجها. فمجرد ما كبست هون ادراج لقطة الشاشة، تمام. هلا هون بيحدد لي انه بيعطيني بهالشكل هاد، انه انا احدد وين بدي اياه ياخذ اللقطة. مثلا انا فرضنا انه بدي اخذ اللقطة هاي مثلا، او خلينا نقول هيك معلش لهون، تمام. ادرج لي اللقطة على المكان اللي انا حددته، لقطة من الشاشة تبع كمبيوتري على المكان اللي انا حددته. كمان هاي بتشتغل شروحات اكتر شي، كمان عن شروحات عن الكمبيوتر او عن برنامج معين. في انا اخذ لقطة اكون فاتح البرنامج واعمل له لقطة، احسن ما اخذ برنت سكرين وروح على الرسام رد تساويه ملف صورة رد جيبه لهون. فهون الادراج عم يعطيني اياها بطريقة جاهزة 100% وسريعة جدا. هلا هون ادراج تطبيقات خاصة بي، هو ادراج بتطبيق من متجر مايكروسوفت. انا بالنسبة لي ما بحبه المتجر كله تبعهم، لانه يعني رأيي خلينا نقول ادراج تطبيق، انه اساسا ادراج التطبيقات بملفات الوورد انا ما بنصح فيه لهذا الشغلة. غالبية الايميلات عم تحط عليهم فلا تنزل لك اياها بالسبام، لانه ادراج تطبيق ضمن ملف الوورد غريبا يعتبر انه انت كأنك عم تدخل برمجة على ملف الوورد. هلا هي موجودة كمان ادخال البرمجات على ملف الوورد، بس بصير مثل وحدات المايكرو او كذا، بصير بيعطي تحذيرات للمستخدم، خصوصي للمستخدم اللي ما عنده كتير ارضيه، بيعطي تحذيرات انه هذا ممكن يكون فيه فيروس، ممكن يكون فيه ملف مضر بالجهاز، ممكن يكون فيه كذا. فبالنسبه للي ما بفضل استخدامه. عندنا في عنا ادراج فيديو على الانترنت، كمان نفس الشيء مثل الصوره عبر الانترنت. في عندي فيديو، تمام، خلينا نقول ادراج فيديو، خلينا نقول نعمل بحث عن S4TN.
من اليوتيوب وبعمل بحث. طبعا هون طلعت للفيديوهات اللي من عندنا من القناة. طبعا في فيديوهات تانية، هذا الشيء معروف يعني. خلينا نقول مثلا انا اخترت هذا الفيديو وعملت له ادراج، شو راح يصير؟ راح يصير انه انا هذا الفيديو انا لما افتح الملف تمام وفتح عادي واعمل بلاي للفيديو، راح يعمل بلاي من يوتيوب ضمن ملف الوورد. هاي فتحت لنا صفحة من اليوتيوب وهي البلاي تبعه. وهيك نكتفي اليوم عشان ما يطول كثير الدرس علينا، وإن شاء الله المرة الجاية رح نحكي عن إدراج ارتباط تشعبي. شو يعني ارتباط تشعبي؟ إشارة مرجعية، استناد ترافقي، تعليق، يعني هالقصص هي، لحد ما ننهي قائمة إدراج ونبلش بعد من قائمة التصميم وقائمة ورا قائمة لحتى نخلص الوورد كلياته بإذن الله وتكونوا مستفيدين. بتمنى إنه استفدتوا الدرس اليوم، وبتمنى لكم كل خير، وبتمنى اللي لسه ما اشترك بالقناة كمان يشترك إذا حبيتوها تستفيدوا منها القناة. وفي عنا كتير فيديوهات حلوة، وإن شاء الله راح تكون كلها مفيدة بالنسبة للوورد، إكسل، أكسس كذا، حتى بالنسبة للشبكات والاتصالات والويب. وكتير راح يكون في عنا كتير فيديوهات متخصصة ومتنوعة على كتير مستويات من العادي للاحتراف، حتى بالنسبة للينوكس. ما تخافوا، جاي دوره، وتصبحوا على خير.